نرجس حرب، عمري 22 سنة. من أنا وصغيرة بحب الفنون وبحلم يكون عندي شغل بهذا المجال وإني أقدر أدرسه بالقبل، بس لسبب الظروف إنهم ما في جامعات لبنانية خاصة بهذا المجال بالجنوب، درست إدارة أعمال وتخرجت فيها. سنة 2020 بنيسان قررت أفتح صفحة على الإنستا بعد ما رفقاتي وأهلي شافوا شغلي، وكلهم صاروا يدعموني ويشجعوني لحتى لي أنا بصير بيع وأعرض لوحاتي. أول شي بلشت بالطارات، بعدين صرت أشتغل على لوحات الزيتة والأكريليك والجواش، وكنت بعد كل البعد عن رسم البورتريه. كنت أعتبر هيدا الرسم بده تخصص وأنا مش متخصصة فيه. بعدين اشتغلت على حالي بشكل كبير، شاركت بمعارض ومراسم وتابعت فنانين كبار لقدرت اني قوي موهبتي لهالدرجة، والحمد لله بلشت ارسم وجوه، رسمت وجوه شهداء، وكان الرسم بالفن بالفحم والرصاص يعني على مستوى لا بأس به، فبلشوا كتير هون يطلبوا مني اني انا صير ارسم طلبات وجوه، وان شاء الله هيدا اللي ناوية بلش فيه لاحقا. كان الفيدباك من العالم كتير قوي وكتير شجعني لحتى انا كفي، يعني غالبا اوقات الانسان بيتعب بيحاول بيتردد بيحاول يوقف بمطارح معينة، بس الدعم والتشجيع اللي كان من العالم هو حفزني بشكل كتير كبير، واكيد اهلي بالاساس، لحتى انا كفي بالعكس اتطور اكتر وصير وسع هيدا الشغل. لما انا اشتغلت على موهبتي وطورتها لحالي اكتشفت انه الانسان قد ما تكون الظروف بوجهه ما لازم هو يوقف ويقول انه لا طموحي راح، بالعكس لازم هو يكون اقوى، ما يوقف عند اي عائق يكون بوجهه، لان اكيد كل ما كان في تعب على قدر التعب والشغف والامل اكيد بالله عز وجل بيقدر الانسان يوصل لابعد المطارح.